قام مجموعة من المهندسين الشباب الطموح بتغيير النظرة العمرانية في ولاية وهران، وهذا بإعادة تصميم المدخل الشمالي لحي العقيد لطفي، حيث كانت الفكرة بإنشاء طريق سياحي واقتصادي متكامل يجمع بين جمال الطبيعة عبر الدمج العميق للمساحات الخضراء والهندسة المبتكرة لتثمين جميع زوايا المشروع. هنا نملك طريقا خاصا بالمشاة يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، يتوسطه مصعد مباشر لموقف سيارات بالطابق السفلي.